وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق، أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز. وطبعا في البداية، تفسير حضرتك لتأكيد وتجديد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بلينكين وكافة المسؤولين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وكما تعلم حضرتك، السيد الرئيس حدد أن نقاط فوق الحروب بالنسبة لتحركات ومسارات الحركة المصرية في ملف غزة وتطورات الجارية في هذا الملف، بدءا من مشاركة مصر كوسيط فاعل ومباشر في عملية التهدئة والهدنة. وبشر الوفد الأمني المصري مشاركته في الاتصالات واللقاءات وفي أعمال الوساطة حتى اليوم، يعني في الدوحة. وبالتالي هذا ما يشير بقوة إلى طبيعة الدور المصري المنخرط بطبيعة الحال في كل هذه التطورات، سواء كان بالنسبة لموضوع الهدنة، التهدئة، إتمامها بصورة أو بأخرى. وبالتالي السيد الرئيس بيحدد بوصلة الاتجاه للأطراف العربية والدولية، مؤكدا على ثوابت التعامل المصري مع التطورات الجارية. أعتقد أنه مسار التحرك المصري هو مسار متعدد يجمع ما بين الدعوة دوليا لإعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية مرة أخرى، والتأكيد على ثوابت التعامل مع القضية الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية بشأنها، سواء كان قرار 242338 و193 وغيرها من قرارات الشرعية الدولية، وصولا إلى فكرة حل الدولتين. يعني ليس حضرتك الهدف المصري الآن هو إتمام التهدئة والهدن على مراحل ثلاث. طبعا حضرتك تعلم أن القاهرة قدمت خطة متكاملة ثلاث مراحل متتالية، بدءا من وقف إطلاق النار وصولا إلى تنفيذ الاستحقاقات وإدخال المساعدات وإعادة تأهية القطاع مرة أخرى، قطاع غزة والإعمار، ثم فكرة تنفيذ حل الدولتين وإلزام المجتمع الدولي بهذا الدور. وبالتالي مسار التحرك المصري مسار تدريجي مرحلي، أعتقد أنه حدد اتجاه البوصلة حتى اتجاه الدول الأخرى. الدول الأوروبية كما تعلم حضرتك، الأوروبيين طرحوا مبادرة 10 نقاط ارتكانا على الطرح المصري. البريطانيين طرحوا خطة الخمس نقاط أيضا اعتمدت على الأفكار المصرية. أعتقد أنه التحرك المصري ده يعني بيتم في هذا المستوى من المستويات، لكن حضرتك تعلم وفي تأكيدات على عدة أمور. أولا، رفض فكرة الترانسفير والترحيل أو التهجير أو التسكين للفلسطينيين خارج أراضيهم، والتأكيد على حفظ القضية الفلسطينية، لأنه المكون البشري في القضية الفلسطينية هو مكون مهم، وبالتالي رفض مصر لأي أعمال ترحيل في هذا الإطار. الأمر الآخر، رفض الترتيبات الأمنية أو السياسية من جانب واحد، يعني ما تقوم به إسرائيل. أعلنت مصر من جلسة كما تشهد حضرتك المحكمة العدل الدولية وما تلاها، وأيضا في الجمعية العامة ثم مجلس الأمن، التأكيد على هذه الثوابت. وبالتالي أنا أعتقد أن التحرك المصري تحرك مسؤول، تحرك مهم، ونقلت هذه الرسالة وزير الخارجية بلينكين خلال الساعات الأخيرة. يعني يمكن ده اللي كنت هسأل حضرتك عنه، الاجتماع اللي استضافته القاهرة وضم وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، طبعا بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. كيف ترى أهمية مثل هذه اللقاءات يا دكتور طارق؟ وهل بالفعل سوف تضيف جديد لمثلا حلحلة الوضع المتأزم في قطاع غزة؟ هو مهم كان يتم اللقاء الثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي، لأنه هو ذهب إلى السعودية ثم إلى القاهرة ومنها إلى تل أبيب التقى نتنياهو صباح اليوم. الرسالة المهمة في هذا الإطار أن لابد أن تكون هناك ترجمة الأقوال إلى أفعال، مهمة جدا حضرتك في هذا السياق. الإدارة الأمريكية تتحدث حول فكرة حل الدولتين والتهدئة وغيره، لكن القرار الذي كان مشروع قرار في الأمم المتحدة اللي أحبطته روسيا والصين خلال الساعات الأخيرة لم يتضمن نصوص جديدة. وحضرتك تعلم أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة كان لها تحفظات عليه، والفرنسويين لديهم كان تحفظات. فرنسا طبعا لسه هتقدم مشروع جديد. احنا نقلنا رسالة الى بلينكين من المسؤولين العرب وزراء الخارجية والاجتماع الثلاثي بانه لابد من وقف اطلاق نار، ولابد من ان تتحمل الادارة الامريكية مسؤوليتها حضرتك في هذا الاطار. الولايات المتحدة تحدث كلاما جيدا لكن يفتقد الاليات، يفتقد التنفيذ. فهناك ادراك عربي بان الولايات المتحدة تدعم اسرائيل بالقول والفعل
بمعنى ان الاداره الامريكيه قدمت صفقتين سلاح لاسرائيل تحت بند الطوارئ او وقعهم هو بلينكن نفسه وليس وزير الدفاع. الامر الاخر هو الحوار الامريكي الاسرائيلي وانعكاساته علينا كمواقف عربيه، يعني هناك وفد اسرائيلي في امريكا وبعد غد سيكون وزير الدفاع الاسرائيلي في امريكا، كل ده هدفه التعرف على ما يجري. بالتالي الموقف العربي وفي التركيز طبعا وفي بؤرته الموقف المصري هو الذي يقف في مواجهه الجانب الفلسطيني داعما للحق الفلسطيني وداعيا لوقف اطلاق نار. تحركات طبعا المصريه تحركات مهمه في هذا السياق. هو جاء الى القاهره يستمع وينصت ويستأنس براي مصر في هذا الاطار ونقل رساله الى المسؤولين العرب وزراء الخارجيه، لكن الاهم هو ما نقله اليوم ايضا الى الاسرائيليين. هناك محاوله اسرائيليه لشراء الوقت والذهاب الى خيارات واجراءات انفراديه. الحكومة الأساسية كما تعلم تقوم بأعمال شيطانية في عمق القطاع وبتنفذ مخططات، بتبني طرق، بتشيد عشرات من الممرات. طبعا الممر الخاص بنكسرم ده هيبقى يفصل القطاع شمال إلى جنوب. في إجراءات بتقوم بها من جانب واحد في هذا الإطار. ده طبعا بالإضافة لمصادرة بعض الأراضي أو يعني حوالي أعتقد 8000 فدان في الضفة الغربية لإقامة المعاديد من المستوطنات عليها دكتور طارق. بالتأكيد، لكن هو طبعا قطاع غزة حضرتك الاخطر هو طبعا اللي في الواجهه طبعا تهدمت واسرائيل غيرت المعالم الديموغرافيه حضرتك، يعني هناك الاف البيوت والمساكن في قطاع غزه لم يعد لها وجود، فبالتالي اسرائيل بتعمل عمليات ترميم وبتشق طرق على مداخل المدن مناطق التماس لكي تتيح للقوات الاسرائيليه التحرك في هذه المسارات. وبالتالي مصر تحذر بطبيعه الحال من كل ما يجري، تحذر من يعني أي أعمال غير مسؤولة تقوم بها إسرائيل. والرسالة إلى مصر في هذا الإطار هو ربما بلينكن طرح أفكار كما سماها أفكار بديلة ومقترحات خلاقة بديلا عن اجتياح رفح وما إلى ذلك. بطبيعة الحال هذه الأفكار بيتم دراستها وبحثها، لكن بيبقى في الآخر التأكيد على رفض كل هذه الأفعال الإسرائيلية والممارسات الإجرامية اللي بتتم في عمق القطاع، بل وفي الضفة الغربية. يعني خلال 48 ساعة الماضية تم اقتحام مخيمات في جنيف وفي نابلس، في إشارة مهمة إنه إسرائيل لن تهدأ، يعني لا زلنا في أيام مباركة، وبالتالي هناك مخاوف من انفجار الموقف قبل ليلة القدر. هناك طبعا إجراءات إسرائيلية وتدابير عشان تغلق باحات المسجد الأقصى، في إجراءات. فربما كل هذا الأمر يدفع مصر ويدفع الدول العربية للتأكيد على هذا. مصر بتنذر إسرائيل في هذا الإطار وبتحذر من هذا، وقيلت الرسالة مباشرة إلى وزير خارجية بلينكين بضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤولياتها. لا يكفي أن تعلن الولايات المتحدة حضرتك التزامها بفكرة حل الدولتين ومبادرة الأرض مقابل السلام، لكن على الإدارة الأمريكية أن تترجم هذا إلى أفعال، وأفعال مهمة بوقف العدوان والمشاركة والانخراط المباشر والفاعل في إتمام عملية التهدئة وعدم التواطؤ والتواطؤ مع الجانب الإسرائيلي، لأن هناك إدراك عربي بأن الولايات المتحدة شريك متواطئ فيما يجري. هي من دعمت إسرائيل، هي من قدمت السلاح، هي من وقفت بجانب إسرائيل في العدوان. وده اللي يدفعنا لنسأل، هل الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ممكن أن يضيف جديد على الرغم من التعنت الأمريكي والموقف الأمريكي الواضح طبعا اللي هو مؤيد لإسرائيل؟ هو بطبيعة الحال نحن ننفتح جميعا، يعني على هذا مصر منفتحة بطبيعة مصداقية الدور المصري وتحركه المصري. جانب مصر له مصداقية حضرتك في التفاعل والتعامل مع كل الأطراف، وبالتالي مصر تطرق كل الأبواب إقليميا ودوليا وعربيا بحثا عن حل. وبالتالي التحرك المصري كما أشرت لحضرتك تحرك مهم. الجانب الأمريكي يقدر بطبيعة الحال خصوصية الحالة المصرية وإمكانية أن تقوم مصر بهذا الدور. مصر بتقوم بهذا الدور لحماية القضية الفلسطينية من تصفيتها والحفاظ على كما أشرت لحضرتك المكون البشري المهم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والاتجاه إلى فكرة إعلان حل الدولتين في المدى المتوسط. شكرا جزيلا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز.